خطوه تقوموا بها. بيان سور حنا هي طفل بون بيان سور اون فا ليكزاميني سا ديبون السبه هي اللي جات على جالها. نديروا ان اكزامان كومبلي لازم يكون عندي تفسير اي حاجه. نصيب كونفولسيون وحنا عيرو جينيرال السكر الكالسيوم نصيبوا الكالسيوم حابط. علاش الكالسيوم حابط؟ كاين اسباب من بينهم سوء الامتصاص. صافي كنشوفوا الطفل هذا باسكو لدرجات كبيره لما يجي الطفل في الاوديبي يكونوا الاعراض صغار صح الا طولت ما جابوش نصيبوا دي سين دو مال نوتريسيون معناتها تاع مجاعه يعني كانه الطفل ماهوش ياكل نصيبوه ناقص في الوزن ضعيف بزاف ضعيف بزاف نلحقوا حتى نصيبوا دي زودام نفخ يعني الطفل لما يكون عنده البروتينات حبطوا بزاف نصيبوه عنده انتفاخ في رجليه منفخ هو ورقيق رقيق يعني العضلات تاعو هزيله وبطنه منفخ يعني شغل هذه سي با نورمال بطنه منفخ وهو العضلات ايبو المشكل تاعو ولا رقاق ما عندوش باسكو ما كاش لي نوتريمون كانه ما كلاش يعني الطفل هذاك ولا الاطفال تاع المجاعه نفس الشيء. دوك نشوفوا كيفاش شحال راهو ناقص شحال راهو ناقص في البرو في لي فيتامين في كلش نروحوا نحوسوا الاسباب والسبب الاول يعني فيه ديفوا مشاكل هرمونيه ولا بصح مالادي سيلات هي الاولى. دوكا كيفاش ولينا نتاكدوا بلي كاين مالادي سيلياك ولا لا نبداو بلي زاناليز سونغين. دوكا بكري بكري كنا ديريكت ما عندناش تحاليل الدم كنا نعملوا ديريكتومون الفيبرو باش نعيروا اون بيوبسي باش نعيروا الحمى كيما قالت نديروا خزعه وتشوفوا هنا. دوكا لا عندنا تحاليل تاع الدم واش نحوسوا فيها تحاليل تاع الدم نحوسوا لي زوتو اونتيكور لي زونتيكور اللي هما المضادات ماشي الحيويه المضادات الجسديه اوكي لي زوتو اونتيكور تاع المالادي سيلياك اللي هما لي زونتيكور اونتي ترانس جلوتاميناز ساهل يعني تحليل دم ساهل راح يقول لي الا لقيتو بوزيتيف الا لقيتو نيجاتيف معناتها هذا الانسان ما عندوش لي زوتو اونتيكور خلاص تهنينا من السيلياك سليم سليم بصح الا صبنا لي زونتيكور بوزيتيف هنا ثاني فيه درجات بوزيتيف شحال بوزيتيف شويه بوزيتيف بزاف كيكون بوزيتيف اكثر من 10% هنا الشك كبير عندنا تحاليل اخرى نديروها كي نصيبوا بوزيتيف هنا واش نروحوا نديروا نديروا الفيبروسكوبي اللي هي التبيو كما يقولوا الناس نعيروا امكينه صغار يلا فيبروسكوبي عند الاطفال اللي غابيد يعني تم 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 دار لو تبيو ماشي كيما تاع الكبار خشين لو تبيو رقيق يعني تكون بتخدير من دون تخدير من دون تخدير لانه خفيف سي غابيد 2 3 مينوت لا فيبروسكوبي كملناها يا اون جينيرال الدراري ما نقدروهمش نعطيهم برك شراب ان سيرو لي شوي شويه يرخفوهم شويه لا فيبرو وكي نعيرو باسكو ما كاش ديتيرمينيزون نيرفوز يعني الطفل ما يتوجعش كي نعيرو له نعيروا هذاك المصران علاش نشوفوه هذيك الزربيه الا راهي خشينه تاعو الانتستان راهو بالسمك تاعو العادي ولا راهو ناقص اذا كان بالسمك العادي ماشي سيلياك لانه سيلياك اون اتروفي فيلوزيتير توتال ولا سوب توتال الا صبناه ناقص معناتها الانتستان تاعو راهو ولا رقيق سي اون بيوبسي نصيبوها رقيق كاع مسكين ما بقالو والو اتروفي فيلوزيتير توتال ولا بقالوا شويه نقولوا لها سيب توتال هنا سي لا مالادي سيليا لا تاكدنا بلي هذا الانسان سيليا هنا تاكدتوا نقولوا جات ام ولا اب جاب ابنه وتاكدتوا انه عنده مرض السيلياك كيفاش يكون العلاج هناك علاج اولا نعم الو مالادي سيلياك لو سول علاج تاعها الوحيد اللي هو ليكسكلوزيون دو جلوتين معناتها نحيلو من الاكل تاعو الجلوتين خاطر هو ما يحملش ماده واحده كي نحيها له المصران تاعو يعاود يخلف الحمد لله يعاود يسترجع السمك تاعو نورمال ويولي هذا الانسان ليس مريض ما كاش دواء بور لانستون العماوي يطور اليومين اليوم ما عندناش دواء اللي يروح ينحي لنا هذوك لي زونتيكور نحوا الجلوتين من الاكل بعد شهور السمك تاع الامعاء يولي مليح هذاك الانسان يولي وكانه ماشي مريض دونك سي لو ريجيم سون جلوتين هنا لما نقولوا ريجيم سون جلوتين الانسان بالغ راشد راح يفهم وعلى باله انه مريض ويتجنب هذه الماكولات لكن لما يكون طفل صغير هنا الوالدين كيفاش راح يتعاملوا كيفاش راح يفهموا الطفل الصغير انه عنده مرض وهو اطفال اللي قدوا كاين اختلاف بيناتهم بيان سور هنا جوستومون لازم لي بارون يتقنعوا
وطفل صغير الوغ كيكون صغير يكون مازال ما يعرفش ويبدا من الاول ريجيم سون غلوتين يتعود عليه تجي حاجه عادي ما من بعد نفهموا له باللي ماشي مليح وكامل سي بلو فاسيل كو لونفون اللي بدا فقنا له سيلياك وهو في عمره 10 سنين تعود ياكل باتيسري تعود ياكل الخبز تعود هذا صعيب شويه باش نعاودوا نولوا للور بصح كي نفهموه نعطوا له صور قال هاوليك النصره نتاعك كيفاش راه ولا كي تبدا تاكل مليح هاوليك كيفاش راح يعاود يولي النصره نتاعك يعني اون فوا كون اكسبليك الناس تفهم سورتو كو كي نقولوا لهم باللي كونطوني سيلياك وما ناخذوش لو ريجيم تاعنا المشكل ماشي اننا نقعدوا عندنا دياري ولا برك نخافوا بلوتار يولينا مرض بعيد الشر ماشي مليح للانفوم انتستينو يعني بعيد الشر مرض هذاك المرض ما نحبش بعيد الشر يعني ان كونسير تاع الانتستان بصح للناس اللي ما يديروش الريجيم تاعهم